بتحصل تيار هوا جامد قفل الباب وخلصت مش اكتر من كده. اسماعيل ما تدليش لا اعتبرني راجل من رجالتك. حتى انا ممكن اقطع معاك اقطع وكيس مش عايز اموت. الحقني اهو لحقك بالبلطه يا شابه. ابوس ايدك مش عايز اموت بالبلطه. بلاش البلطه ابوس ايدك لا بلاش البلطه. يا ابن المحظوظة فاضل في عمرك دي مش عايز يموت بالبلطة. فكرة عظيمة. كتايعني فين؟ أنا عايز حرفك. كتايعني فين؟ أنت مهدى في دي ولا جريشة؟ جريشة إن شاء الله. جريشة ولا جريشة؟ ده جات له كوما يا جماعة. ده في كوما. هات مية يا خاطر اهدى جريشة. يا خاطر اهدى جريشة. اهدى انت مين؟ انا اسماعيل صاحبك يا غبي. انت لا صاحبي ولا نيلة. الله يخرب بيتك يا اسماعيل. افهمك حرام عليك البنطلون باظ يا اسماعيل. اسماعيل انا سخيت على روحي يا اسماعيل. بتقول ده نجاحنا. نجحته في ايه؟ اللي حصل فيك النهارده ده يا جريشة مشهد من فكرة الفيلم اللي بحلم ان انا احققه. يبقى نجحنا نجحنا. بس ايوه دي مصداقية. دي مصداقية يا صية. بس يا جريشة يا صية صحابي يا جريشة صحابك صية عشان البصمات. انت عارف يا جريشة اللي اتعمل فيك ده لو اتعمل في الفيلم هيكسر الدنيا. بصراحة اسماعيل مفيش حد زيه في التنكر والسبيشال افكت. بقى معقول يا جريشة تبقى شغال في السينما ومش عارف تشغل اسماعيل؟ قالك لا بحس مع الراجل ده بسبب الموضوع دوت. قلت له موضوع السبيشال افكت ده لا هياكل ولا يشرب معانا هنا في السينما. ما تيجي انزلك ماكير اهو تكسب بدل السلف والدين اللي انت عايش بيهم دول. انا عمري ما هشتغل ماكير راجل. اقعد انا بتاع سبيشال افكت. سبيشال افكت اه بقى تنك وتقرعن على الشغلانه. بتعمل انت ايه يا ابن الماكير؟ هي نيتها الوان وشويه رطوبه. مش في ايه؟ ايه ده من البيت اللي هيدور فيه فكره الفيلم اللي بحلم بتحقيقها؟ والله يا اسماعيل انت صعبت عليا. ما عندكش اي فلاش عليها الشغل بتاعك اوريه لاي منتج من المنتجين اللي بقعد معاهم يمكن تلفق؟ بجد يا جريشة؟ اه برنس يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكره انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده طلو دراعي. طب بعدين انا التصوير بعد يومين. طب ايه قولك بقى انا هضايقها. كلميلي بدريه طلبه. على فكره يا مستر ادهم انا من ساعه ما عملت فكره الاعلان وانا كان رايي يعني ان احنا نجيب وجه جديد نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدق. طب كلمي الواد جريشه بسرعه اجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشه والبنات. ايه ده بالسرعه دي؟ انا مكلمين من امبارح وهو واقف بره بقاله ساعه. صباح الخير يا صانع السعاده. صباح الخير يا رانيا. سهام رهام واخيرا وليس اخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. انا قلت هتعجبك ميرفت بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا ليه ايه؟ تتناقشني انا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع على البنت اللي أنا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت طيبة بس متوحشة. أنت معايا يا ابني ولا مع الأسف؟ أقطع دراعي لو فاهم حاجة. بس على العموم أنا معايا فلايش لكل مودلز مصر كله. فلايش هتلاقي السمره والشقره والبيضه والحمرة. ايه يا لا انت المناظر دي في ايه سعادتك؟
ايه المناظر دي يا واد انت؟ لا مؤاخذه بيدي فلاشه واحد صاحبي. استنى شويه. الفلاشه غلط يا بيه. استنى شويه. يا بيه الفلاشه غلط. استنى شويه يا حمار انت. الله. حاضر ساعتك. بص البنت دي يا رانيا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي هايله. دي تقريبا فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها. مين دي يا جريشه؟ معرفش بس اكيد موديل. لا يا شيخ. امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيله احنا عارفين انها موديل. مين دي؟ ما اعرفش يا بيه بس النهارده هعرف. انا عاوزها تتوجد حالا النهارده بالليل تكون عندك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك جارنا هنا في العماره؟ انا اسماعيل ساكن في الشقه دي. معلش ما اعرفكش قوي بس انا لسه جاي العماره جديد. انا يسرى جارتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصل موقف بايخ قوي. الشقه اللي خدتها طلعت بحري. طب وايه البايخ في كده يا فندم؟ دي شقه طلعت بحري، دي ميزه. ما انا بطلع كيس الزباله نسيت شباك الحمام مفتوح فطيار الهواء رزع الباب في ظهري اتحبست بره. معاك موبايلك؟ طب وفندم ايه علاقه موبايلي برزعه الباب وطيار الهواء؟